مشترك في ملعب واحد اللي هو ملعب قانوني اللي تقدر الفرق تلعب عليه. هذا الأرضية تبعه بدهم يغيروها لحشيش اصطناعي والنادي ما بده. فبعدين في ملعب الربة وفي ملعب جامعة موتى. قلت لهم ملعب الربة تملكه جامعة موتى. قلت لهم اليوم كنا بنحكي مع جامعة موتى والإخوان هناك إنه يا عمي تعال أعطونا هذا الملعب، أنا بضبطه بسوي ملعب قانون، بالمقابل بدي أسوي لك ملعب الجامعة ملعب قانون حتى يصير في هناك، وبنرجع بنزرع ملعب الكرك الرئيسي بنزرعه، فبالتالي بصير في ثلاث ملاعب إنه الفرق كلها بتقدر تستعملها. أنا حكيت مع وزير التربية في موضوع المدارس، موضوع المدارس قلت له إحنا من المرحلة القادمة بدنا نبدأ نشتغل كالتالي، وبدأنا خطوة إنه في كل عن مدرسة، المدرسة إذا ما في إلها ملعب وفي إلها خدمات كويسة بصير عندنا مشكلة. قلت له يا عمي إحنا بنبني الملعب على أرضكم ولا تتنازل باسمي. هلا في مخاوف من إخواننا في وزارة التربية مش من الوزير، من الزملاء، انه هاي بتصير الارض بكره بوزاره الشباب لا تمتلكها على اعتبار انه هم مثلا واجهات عشائريه الي او مش لها، اما هي كلها للدوله الاردنيه. قلت له عمي امتلك وانا بدي ابني ملاعب، بدي ابني ملاعب، والملاعب هاي بدي المدرسه تستعملها بالنهار والمجتمع المحلي يستعملها بعد الظهر، هيك احنا بنقدر نخلي الكل يخاف على هذا الممتلك ويحافظ عليه. المدرسه انا اذا بسكرها بس بيلعبوا عليها الاولاد، الولد اللي مش من المدرسه ممكن يجي يلعب فيها ويخربها. احنا هيك بنفكر قاعدين. هلا عندنا طموحات كبيره وراح نضل شغالين وراح يضل نفسنا لاخر دقيقه، وانا موجود راح اضلني اشتغل بنفس حامي، وما عندنا ان شاء الله الا مصلحه بلدنا ومصلحه ناسنا ومصلحه شبابنا. كمان وزير الثقافه متعاون معنا في هاي القصه، وهلا انتم بتعرفوا اكثر مني. على سبيل المثال في جرش بكون في مركز ثقافي ومركز شباب وشابه، طب هذول ما نقدرش نعملهم مركز واحد محترم ويصير كل ونديره. هلا بده يختلف تبع الشباب او مع تبع الثقافه على اداره هذا المبنى، لا احنا لازم نلاقي عليه. يعني سيدي انا هذا اللي بحبيت احكيه بهالعجاله، اذا بتحبوا تسمعوا من زملائي كمان انا ما عندي مانع، بتحبوا كمان تسالونا في اي شيء، واحنا بدنا نكون فريق واحد. وانا بعرف انه الكم عتب علينا في موضوع اللقاء الاول الشبابي، بس انا بدنا نحكي فيه، بس انا بحكي انا حكاني سعاده النائب المحترم وطلب مني المشاركه، فانا اعتذرت لسبب واحد، انه انا هلا الناس ما بتفهم انه هذول لجنه الشباب او رئيس لجنه الشباب. احنا الحقيقه كان اول لقاء وكان لقاء شبابي حكومي، وانا ما اطمح اليه انه مجلس النواب اليوم يجي الاستاذ محمد يقول لي انا بدي تسووا لنا لقاء، واذا بدكم بنفس المجموعه بدكم مجموعه اخرى، بدنا تسووا لنا لقاء مع لجنه الشباب مع المجلس مع المكتب الدائم، فانا على استعداد. بس انا كنت اخشى من اللقاء انه اذا الشباب، هلا النواب والوزراء احنا بنشوف بعض كثير وبنقدر نضل زي ما بقول الكراكير راجد على بعض قد ما بدنا، ما كانش مناسب يمكن في اول لقاء لنا حتى نعرف الناس. هاي المجموعات الشبابيه اللي كمان هذا شيء منجز جديد راح يكون ان شاء الله في وزاره الشباب، انه اعتادت الوزاره يعني مش دائما بس باغلب المناسبات كانوا بيعتادوا انه في مجموعات تصلح لكل زمان ومكان واحتفال، يعني بيجيبوهم على اي مناسبه وبيلحقوهم احيانا. هاي المره انا الشباب تعشيت معهم يوم الخميس قبل اللقاء، قلت لهم انتوا انا بدي اطلب منكم شغلتين ومش راح اطلب شغله ثالثه. قلت لهم اولا لازلت انا اذا في واحد اكبر مني بالسن بفوتش قدامه، ولازلت بعلي الصوت علي اعلى مني. قلت لهم هدول الثنتين بس. قالوا لي طب ايش نحكي؟ قلت سيدنا بقول حريه سقف السماء، التزموا بهدول واحكوا. قالوا لي طب المحاور؟ قلت ما لي بالمحاور، طلعت برا ومرضت اسمع المحاور اللي بدهم يحكوها. وقلت لهم انه انتم لما بتكونوا 130 احنا مش معقول بساعه ونص نحكي 130، فاحنا مش هنتعود على العمل الجماعي، اختاروا يا اخوان من بينكم اللي بتشوفوا مناسب، كل محافظه تختار واحد. وبعدها لما قعدوا مع اصحاب المعالي الوزراء قعدنا كل وزير على الطاوله وظل يحكي معهم، وهي طالت اكثر من الجلسه المصوره وكانوا ماخذين راحتهم. اجيت على الطاوله لقيت عليها يعرب القضاء قاعد وكلهم عجنوا. قلت انا قلت لكم احنا جهويه واقليميه وطائفيه، انا بشتغل الشغل يعني ما زحناهم، بس على الاقل
دخلوا انهم جايين يمثلوا محافظاتهم، بالاخر طلعوا وقلت لهم بس حدا يسالكم هسه صرتوا كلنا اولاد الاردن، ما عادش حدا يقول انا هذا وانا هذاك، انا هذا اللي عندي سيدي. شكراً. وانا برحب. شكرا يا سيدي، شكرا. هلا وزاره الشباب، احنا شفنا المؤتمر الاول اللي جرى مع رئيس الوزراء، وان كان لنا عتب بس معالي الوزير وضح الموضوع. بصراحة مؤتمر يعني ناجح 100%، في إبداعات، في مبادرات. إحنا ننسى الجانب الرياضي، الجانب الرياضي أكيد يعني معالي والصندوق والموجودين مش راح يقصروا، بس إحنا لازم نتابع المبادرات اللي بتصير. يعني أنا في العقبة بدي أحكي بصراحة، عندنا شباب يوميا بيطلعوا في مبادرات، مثلا كلنا الأردن في مجموعات مسميين حالهم مبادرة، مسميات عادية بنتابع، وعندهم أفكار لازم هذه إحنا نتبناها، وزارة الشباب الأولى في تبنيها. لمعاليك يعني أنا بدي أحكي وللإخوان بصراحة، الآن في حراكات شبابية وفي حراك في الشارع، الأولى والأقرب يكون غير النواب للحراكات هذه. مثلا أنا بدي أضرب مثال، امبارح حكيت عن حراك الكرك، حراك الكرك بيطرح أفكار إيجابية ولازم الحكومة تتعاطى معها. والأقرب للموضوع هذا أنا شايف إنه يعني معالي وزير الشباب كونه كمان شخصية، أنا بقول لك يعني ما إلها، ما سجل تاريخه يعني لا سمح الله شيء. في ناس حاولوا يدخلوا وزراء سابقين وكذا ورفضوهم من الحراك. فالأولى إن نقعد معهم ونتحاور معهم. في نفس الوقت أنا وجهت لهم رسالة إن هم كمان ينبذوا من يخرج عن السقف وعن العادات والتقاليد، لأنه هذا اللي أنت يعني إحنا حقنا كنواب نحمي الحراكات هذه ونتبنى مطالبها، إذا كانت مطالبها إصلاحية وإيجابية يعني ما نتركهم في الشارع. بعدين نبهت إنه إذا الحكومة قعدت معهم محاورتهم انهم هم يرشحوا مين المندوب عنهم، طبعا الحكومه مش راح تقعد مع 1000 و2000، اما ان الحكومه احيانا اذا بتختار اشخاص تجلس معهم تستثني ناس هناك بصير خلل. فانا كمان بدعو يعني وزاره الشباب والامين العام والشباب انه الحراكات هذه دوركم انتم كبير، يعني انا عارف انه يعني الا رئيس الوزراء بكون حساس مين يبعث مين يقعد معهم. لا يا سيدي عادي ينزل معهم في الشارع ما دام طلباتهم بيشتغلوا تحت السقف. يعني والله انا شايف انه لازم نقعد معهم ونسمع ونشجع ونتعاطى. طبعا بيطرحوا البديل احيانا، انا مع كل واحد بنتقد اذا انتقد انه يطرح البديل. مشكلتنا احنا في بعض الناس ينتقد وانتقاده بصل لمرحله التجريح واحنا عرب موضوع. وسلامتك، شكرا لك. انا ما بديش اتحدث بخصوصيه النادي تبعي لاني بدي اتركها في لقاء خاص بيني وبين معالي الوزير راح اتحدث فيها، يعني بس بدي اتحدث بعموميات. يعني وهي الاولى تسجيل عتب والثانيه يعني عباره عن تطلعات. يعني تسجيل عتب حول برضه اللقاء الشبابي، يعني احنا لاحظنا وخلينا نتحمل بعض، احنا لسنا بهويين ولا نتحدث بجهويه ولا نتحدث بمناطقيه، ولكن نتحدث باردنيين، كلنا اردنيين وكلنا ابناء هذه الدوله. وبالتالي الملاحظ يعني انه في كل اللقاءات اللي بتتم سواء كانت من خلال الشباب بلقاءاتهم مع سيد صاحب الجلاله او حتى مع اصحاب المعالي والدوله، بلاحظ انه في دائما يعني تهميش وتغييب حقيقه لابناء المخيمات، يعني ما بكونوا جزء من هذه المشاركات. ابناء المخيمات يعني احنا نحترم ونعتز كل شباب بيمثلون، ابن العقب بيمثلني وابن الكرك وابن معان والطفيل والرمثة، لكن برضه هذول الشباب يعني هو جزء من الوطن، دائما هم بيعاتبوني ليش احنا ما بنكونش موجودين؟ ليش احنا ما بنكونش ممثلين؟ ليش احنا ما حدش بيرجع لنا؟ على الرغم يعني جزء من حازم تحدث عن الحراكات ونحترم الحراكات البناءه اللي تهدف للاصلاح الحقيقي، لكن هم يعني عندهم مشاكلهم الخاصه وعندهم قضاياهم اللي بحبوا دائما يوصلوها، وعندهم برضه رسالتهم اللي هم برضه بحبوا انه يطرحوها. فاتمنى على الوزير انه دائما يعني يعاد النظر بهذا التوليف المجموعات الشبابيه اللي بتلتقي حتى مع المسؤولين، واذا كان هناك كمان في افضل من هيك انه احنا نروح لهم نزورهم في عقر بيوتهم في منازلهم في مناطقهم نلتقي فيهم ونخليهم مش يعني انه دائما هم بعيدين عن الساحه وعن المشهد، نطرحهم على الاوضاع ونكشفهم بالحقائق ونطرحهم على ظروفنا الاقتصاديه والسياسيه لانه هم جزء بناء وجزء عامل. يعني قضيه ثانيه انا بجوز يعني من خلال رئاسة للنادي
وعلاقتي بالرؤساء الأندية. الحقيقة أنا بتمنى على وزارة الشباب أن يكون دورها كدور وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية في العلاقة ما بين النواب والحكومة. إحنا مرتبطين خلينا نقول أو فينا علاقة مرجعية معينة نتحدث منها. أتمنى إنه وزارة الشباب تقوم بنفس الدور ما بين الأندية والوزارات الأخرى والمؤسسات الأخرى. يعني أنا كنادي مثلاً عندي في منطقة حوالي 350,000 مواطن. هاي المناطق فيها تعرف فيها الآفات وفيها الآفات الاجتماعية السيئة وفيها المخدرات وفيها الخوات وفيها المشكلجية وفيها الزعران وفيها الأطباء والمحامين والمهندسين. لكن خلينا نتحدث بالآفات اللي بتأثر على المنطقة. يعني إحنا أتمنى إنه أنا لما يكون في عندي رغبة في النادي إقامة ندوة أو إقامة خلينا نقول ورشة عمل أو لقاء يكون في هناك تنسيق مشترك ما بينه وما بين وزارة الشباب والنادي في تسهيل هذه الأمور. يعني أنا دوري إني أخاطب وزارة الشباب إنه هي تخاطب أي جهة معينة سواء كانت خلينا نقول جهة أمنية أو جهة غير أمنية أو جهة خلينا نقول تثقيفية أو تعليمية أو صحية إنه يكون لهم الدور. هم يكونوا ضاغطين معانا في عملية تجهيز هذه الأنشطة وهي ورشات العمل حتى نشعر إحنا داخل الأندية إنه لا مرجعيتنا موجودة بتحمينا وهي حقيقة يعني اللي إحنا نستند عليها. هذا الدور اللي حقيقة عمر يا أخوي هذا وارد بالأنظمة الدولية ما في ما يمنع نوادي لا تتجاوز مش إن الوزارة لا هي نادي ممنوع تخاطب أصلا. أنا ما بدي أخاطب مدير شبابك مدير الشباب أنا مش بدي بس مجرد إني أبعث كتاب لوزارة الشباب أو مدير الشباب العاصمة إنه أعلمهم إني أنا في عندي ندوة. أنا ما بدي هيك. أنا بدي إني أنا أبعث لهم أنا إنه هم يقوموا معاي في التنسيق والترتيب والتجهيز هذه الندوة وإحضار الجهات المعنية حتى يكون التشاركية حقيقة ويكون احنا برضو مطلعين حتى توصلنا لنقطة ثانية. من خلال هذه التشاركية تستطيع الوزارة خلال سنة إنها تحكم على الأندية مش مجرد إنها تقول لي والله شو إنجازاتك وشو أنشطتك. ما هي عندها فايلة وعندها المراسلات اللي تمت وهي وبالتالي تحكم على النادي الناجح والنادي العامل والنادي اللي خلينا نقول مجمد واللي بس مجرد مثل ما تفضلت عبارة عن كام على حيطة. فإحنا يعني بنقدر جهد وزارة الشباب حقيقة ومقدر العمل اللي بقوم فيه. وإحنا دائما إحنا وياكم شركاء في المسؤولية وإحنا وياكم بالتأكيد نعمل كفريق واحد ونعمل من أجل مصلحة الوطن ومصلحة الشباب. التعديل البسيط اللي حكى برضو سعادة الرئيس قال احنا نتعامل مع 70% الأردنيين. لا احنا نتعامل مع 100% الأردنيين لانه 70% الشباب هذول لهم اهل له ابو له ام وابوه متابعه وامه متابعته واخوه متابعه. وبالتالي انتم او احنا كشباب خلينا نقول وزارة الشباب لها علاقة مع كل حدود المملكة الأردنية بديموغرافيتها وجغرافيتها. انا انطلقت من كل مدراء الشباب في كل المحافظات قلت لهم انت وزير الشباب في منطقتك بدك تتابع الأندية وبدك تشوف شو امومها وبدك تكتب لي عنها مشان كمان اسهل على الناس. بصير شلة كل واحد بده ورقه يجي من اخر الكرك ولا من اخر معان ولا من اخر اربد ولا من هاي موضوع يعني بنحل فيه قاعدين راح نمأسسه مش لي ولا اللي بده يجي بعدين مشان يصير في طريقه مؤسسيه. موضوع ابناء المخيمات نعم احنا قصرنا لكن هذا الاجتماع اللي صار ما كانش مقصود فيه. ما كنا بنختار الا الشباب المنتسبين للمراكز فبالتالي انا ما كنتش بقدر افتح بيكاري واقول بدي اجي من هون. بس خلال شهر بدك تشوف اشي كويس وتقول لي انه احنا مش لانه ردة فعل بدي اسوي لا 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 لا. مش بدي اسوي ردة فعل احنا يعني ما بدي اخفي عليكم تكلكوش قولوا تكلكوش تكلكوش احنا مشوارنا القادم بنفس المشوار الاول راح يكون لمنطقة الرصيفة واخترناها الصيفة لانه مشان ما انا يطلع هذا الحكي هيك حكيت لي اياه وشكرا على صراحتك غيرك ما بحكيه بمجال سديه. يعطيك العافيه وزير يعني ببرد شوي الحقيقه يعني كلام طيب يدل على يعني وعي واضح انه في هناك اعتراف انه احنا مقصرين على هذا القطاع. هذا القطاع مهمش ودورنا انه نردم الفجوه بين الواقع والنظريه. يعني النظريات كثير عشان احنا حقيقه يعني من الان ما بجادل كلام نسمعه كلام طيب يدخل في هذا السياق. والواقع مر حقيقه. انا بس بدي اشير ل يعني واقع قريبه. طالب ايمن العجاوي طالب رئيس لجنه في البوليتكنيك
وبيطالب مطالب شرعيه، بيطالب مطالب لجنته وعمله داخل الكليه، ما له اي مطالب فكريه او ايديولوجيه او قضايا اخرى. قاعد بيقول لك البنيه التحتيه، البردايه والحمام والقضايا اللي زيها، ومع ذلك تم قمعه، قمعه من جامعته. لا لا، إدارة الجامعة ما لها علاقة. لا لا، طلع أنا سألت أحد. إدارة الجامعة ما لها علاقة. لا إلها علاقة سيدي حازم، إلها علاقة. أنا تابع القضية يا سيدي، أنا متابع. خليني بس أنا يعني أنا قاعد بحكي من الواقع برضو. إدارة الجامعة لها إلها، وإحنا متابعين مع إدارة الجامعة ومتابعين مع الجهات المعنية. لا، إدارة الجامعة كانت لها دور كبير، وعامل الجامعه البوليتكنيك زي كانها تكنه عسكريه، بصيرش تدخل حلويات، بصيرش تدخل كذا، يعني قضايا زي كذا. يدخل في سلوك عمل اللجنه اكثر مما يدخل في سلوك عمل. والله بعرف، بس احنا اللجنه وانا جبتها كحادثه، ولانها حادثه قريبه ساعات، حادثه قريبه بتدل على انه كيف احنا بنهمش الشباب، وكيف ندفعهم دفعا. يا استاذ حازم زميلي العزيز، كيف احنا بنهمش الشباب، ندفعهم دفعا انهم يدخلوا على الشارع ويعملوا حراكات ويعملوا مطالب، لانه احنا ما بنستجيب لمطالب. وانا بشكرك الحقيقه اخي حازم، انك اشرت قضايا الحركات الشبابيه. الحركات الشبابيه مهم جدا نستمع لمطالبهم، امن البلد مهم جدا والله. احنا نقف الان في محيط ملتهب، والحقيقه يعني لما يتكلم الان عضو في الحكومه بالطريقه اللي اشرت الى وبالاستيعاب اللي اشرت له، وانا بتمنى انه هذا الكلام يكون يعني يعم الحكومه كلها ويعم كل الجهات المعنيه، انه يعني يستوعبوا هذول الناس. احنا في محيط زي ما حكينا لا نحسد عليه، والطريقه لاستيعاب كل هذه القضيه فيها طرقها معروفه، والاردنيين كلهم بيعرفوا كيف احنا ممكن بالحوار وبالاستيعاب. هذا اي شيء، هذا المؤمل، ولا ندفع الشباب الى القضايا الثانيه او النفق الاخر المظلم اللي ما بدنا اياه. جميل اني يعني استمع لانه احنا الان نعكف الى دراسه الوضع الداخلي في مجال، يعني هذا شيء طيب، لان اذا ما احسن وضع جبهتي الداخليه لن احسن يعني حل المشاكل الاخرى. معاليك يعني حابين من يعني منك ان يكون في اهتمام بالشباب وعمل جلسات حواريه دائما ومتكرره في كل مناطق المملكه دون استثناء للاستماع الى الشباب، خصوصا بعد لقائه مع جلاله الملك، يعني حفزهم اكثر انه بدنا نعبر عن راينا، فلا بد من عقد لقاءات متكرره مع الشباب في كل المناطق. كمان ايضا في مناطق الباديه، انت حكيت انه في مناطق فيها مراكز وفيها انديه ولابد من دمجها، احنا بالمناطق الباديه والاخرى زي ما حكى سعاده الرئيس اللجنه لا يوجد فيها انديه او مراكز الشباب، طبعا كان موجود، احنا حابين منك انك تكمل هذا الجهد ان شاء الله بدعم هاي المراكز ودعم الانديه ودعم الشباب بالجنوب. كمان انقل لك عتب اهل الجفر، يوم الخميس كان عندهم يعني مهرجان للريف والباديه لسباق الهجن، فكان يعني كان حابين ان يكون انت تحت رعايتك كمحاطين. نعم،